لازلنا مع اللجنة العليا للانتخابات. نشرت اللجنة العليا على موقعها الإلكتروني أسماء 139 لجنة انتخابية والدول اللي هتجري بيها انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج ومقر السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية في تلك الدول خلال المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية. قالت اللجنة كمان أن الدستور بينص في المادة 244 على تمثيل المصريين المقيمين في الخارج في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور.